مشاهدينا، فعلا الإمارات ودبي هي ملتقى للفن والمبدعين في العالم العربي. هنبقى في عالم الفن، حيث لمع اسم الكاتبة السعودية سارة العليوي في سماء الأدب الخليجي والسعودي تحديدا منذ إصدار روايتها الأولى سعودية، حيث تعكس أعمالها الأدبية نسبة 80 إلى 85% من واقع الطبقة المخملية والطبقة الأقل بقليل، والتي تتشارك مع الطبقة الفقيرة ببعض المظاهر الاجتماعية السلبية. مشاهدينا، بتنضم معنا عبر الهاتف الكاتبة سارة العليوي حتى نتحدث أكثر عن إنتاجاتها وهواجسها من مقص الرقابة. مساء الخير سارة. مساء النور حبيبتي هدى، أهلا فيكي. هلا فيك. أول شيء، يعني أنت كاتبة مبدعة وكتاباتك رائعة صراحة، وللأسف صار حظر لبعض أعمالك الأدبية في السعودية. ما هو برأيك السبب؟ هل هذا يرجع إلى المبالغة في نقدر نقول التدقيق أو التشديد؟ ليش الكاتب أو الكاتبة السعودية مثلا كتبهم ما يسمح لها أنها يعني تعرض في بلدهم وتعرض في دول أخرى مثلا خليجية مجاورة؟ ألا تعتقد أنه هذا بيأثر على سمعة الكاتب السعودي أو على مسيرته الكتابية؟ احنا لو نتكلم بس على السعودية بنظلم الموضوع، لكن في كثير من الدول مرت بنفس المرحلة اللي احنا نمر فيها حاليا، انه منعت كتب ومنعت روايات ومنعت اقلام من الكتابة، سواء في الصحافة او على مستوى الرواية او على مستوى السياسة. احنا في مرحلة طبيعية جدا، لانه احنا يعني الى الان ما عندنا تصالح مع واقعنا الحقيقي، يعني نرفض إظهار هذا الواقع على العلن ولكن نعترف فيه في الخفاء. ما نحب نقلب المشاكل أو نقلب المشاكل بيننا وبين بين بين الناس، وبين يعني أو إن احنا نطلع إن عندنا خلل أو مشكلة معينة. أعتقد إن احنا بنتجاوز هذه المرحلة، بس نحتاج إلى فترة يعني أطول شوية حتى الناس أو حتى الرقيب نفسه يقتنع أنه هذا الواقع يستطيع ممكن الوصول له بكل الوسائل وبكل الطرق، مش شرط عن طريق رواية. ألا يحزنك أنه يتم أحيانا حظر لرواية مثلا ليكي أو لأي زميلة أخرى في مجال الكتابة؟ والله يحزنني، لكن إذا يعني إذا فكرت فيها بطريقة إيجابية أو بطريقة تسويقية، لأن أنا مهم عندي أنه الشيء اللي أنا أكتبه يوصل لكل الأيادي أو لكل القراء أو كل مهتم بموضوع الرواية، فممكن يكون هذا شيء أنا أعتبره ممكن في هذه المرحلة أعتبره شيء إيجابي، لأنه كل ممنوع بيشجع الناس. Exactly. لأنه بيشجع الناس أنها يعني تستغرب ليش ممنوع هذه الرواية، الكل بيروح يشتريها ويقرأها، فهي تسويق غير مباشر للكتاب أو الرواية. طيب، ما الذي تحتويه روايتك؟ ما هي الفكرة اللي حابة توصليها من خلال هذه الرواية؟ أنا في جميع رواياتي اللي أكتبها أحاول أن أنا أنقل الواقع بصورة مجردة جدا، يعني ما أحب أتفلسف كثير في كتابة الرواية. الحوارات عندي بسيطة، الأحداث والقصص موجودة وملموسة، الكل يعيشها والكل ممكن يشوفها ويحس فيها. كثير من الإسقاطات السياسية والاجتماعية موجودة في الرواية، قريبة جدا من الحياة اللي يعيشها القارئ. هذا أكثر شيء أنا حابة أن أوصل للناس، أنه هذه حياتنا في السعودية وهذا مجتمعنا وهذا واقعنا، هذه الحقيقة اللي احنا نعيش فيها بكل تجرد. هل عرفتي ليش حضروا الرواية؟ يعني إيش هي الموانع اللي في الرواية تحديدا اللي كانت مرفوضة، ولا لا تم الرفض بدون ما تعرفي السبب؟ في بعض الروايات كانت ممنوعة وبعدين قبلوها، يعني قبلها مقص الرقيب، لكنها مرت على مقص الرقيب في البداية، حذفت بعض الجمل، بعض المفردات، بعض الفصول، بعض التلميحات، وسمح بنشر الرواية. أنا إذا ممكن أوافق على هذه الأمور ممكن أشوف روايتي موجودة داخل السعودية، بس أنا أرفض أنه تنشال نقطة مش حرف من الرواية. طيب سارة، وسائل الإعلام ذكرت أنه في قضية بينك وبين ميساء مغربي بسبب خلاف معين وبسبب إخلال ببعض بنود عقد كان بينك وبينها في مسلسل لعبة المرأة رجل، فياريت تشرحي لنا عن الموضوع وفين وصلت القضية اللي رفعتيها ضد ميساء مغربي. هي القضية منظورة طبعا في محاكم دبي، وأنا عندي ثقة بصراحة في نزاهة محاكم دبي وعدالتها،
ما أبغى أخوض كثير في تفاصيل هذه القضية لأنه كل كلمة محسوبة، وما أحب أنه أنا أخوض في التفاصيل حتى ما أضر نفسي وأضر الآخرين. بس هي إيش سبب القضية بس عن إيه بالضبط عشان يعني نفهم أكثر؟ هي باختصار القضية عبارة عن فسخ عقد. أوكي، ما 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 فهمنا شيء. لأنه صعب، لأنه القضية مجرد أنها ما تكون منظورة في المحكمة كل كلمة محسوبة، سواء في وسيلة إعلامية أو حتى في مكان، يعني في مكان عام، فمن الصعب أن أنا أقيم الكلام اللي ممكن أقوله، هل يحسب ضدي هل يحسب معي، ولكن هي القضية موجودة فعليا في المحكمة وإحنا ننتظر يعني النتيجة في القريب العاجل. طيب، معناتها سارة الكسبان فيكم إن شاء الله حنستضيفه في البرنامج ونعرف فين وصل تفاصيل القضية، وإن شاء الله كل شخص مظلوم ياخذ حقه وما ينظلم. أكيد. أنا حابة أشكرك أكيد. طبعا سارة على هذه يعني المشاركة، وأتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله في رواياتك. شكرا لك. مشاهدينا، فقرات سيدتي مستمرة لكن بعد فاصل قصير، ابقوا معنا.